الباب الشرقي أو باب شرقي هي إحدى بوابات ومداخل بغداد الرئيسة التي أنشأها الخليفة العباسي المسترشد بالله في جانب الرصافة عام 488 للهجرة المباركة، وجعل للسور أربعة أبواب. ذكر باحثون ومؤرخون أن الباب كان يسمى قديماً في عهد العباسيين باب كلواذي، ثم تحول في العهد العثماني إلى الباب الشرقي، وكان الباب الشرقي ذو الأبراج الأربعة كما يقول المؤرخون والباحثون، يقع في جزء كبير من ساحة التحرير الحالية والتي كانت تسمى ساحة الملكة عالية إبان العهد الملكي، وحتى تموز من عام 1958.